كتير بنات في الجامعة أو في الشغل لسه صغيرين تتعرض إن في ولد يقول لها أنا معجب بيكي أو بحبك. كتير من البنات بتقع بعد معرفة المعلومة دي فيما يشبه الصراع ما بين الرغبات وما بين القيم، وما بين الرغبات وما بين التصرف الحكيم. لكن لا شك إن أي بنت تعرف إن في حد معجب بيها أو بيحبها ده شيء مش سهل، لأن إحنا مخلوقات خلقت للحب. وأنا هقولك على بعض الاقتراحات لو عرفت إن في حد بيحبك أو معجب بيك. تعالوا نفترض الأول إن الشاب ده جاهز للجواز. رقم واحد، لو ما عندكيش نفور في البداية من الشخص ده وجهيه لمقابلة أهلك، وده أكتر تصرف شرعي يرضي الله ورسوله. ومن وجهة نظري الشخصية ده أشيك تصرف اجتماعي، بتبعتي فيه رسالة للشخص اللي معجب بيك أو بيحبك إنك بتحترمي الراجل اللي موجود في حياتك سواء أبوك أو أخوك، وبتوجهيه لكلام ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا قال ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللي بيدور على الفلاح في الجواز يخش البيت من بابه، من الأب أو الأخ. ساعتها هتبقى العلاقة في النور تحت رعاية ناضجة من الأهل. عندك اختيار تاني، إنك تتعرفي عليه من غير أهلك، وبعدين لو لطيف هتحبيه وهتتصاحبه زي أي تدرج علاقة صحوبية معروفة. وهنا في أكتر من إشكالية شرعية واجتماعية. الإشكالية الأولى إن في نهي شرعي عن الاستمرار في علاقة فيها مقابلات وخروج وتطور تقارب بين ولد وبنت من غير خطوة شرعية زي الجواز وقبل الخطوبة ولا كتب كتاب. وربنا قال للرجالة علاقتك بالبنت محصنين، يعني تبقى متجوزها، غير مسافحين، يعني ابتعد عن الفاحشة، ولا متخذي أخدان، يعني ما تصاحبش. الخدن يعني الصاحب. وقال للست محصنات يعني متجوزة غير مسافحات، ابعدي عن الفواحش ولا متخذات أخدان، ما يكونش ليكي صاحب. ففي نهي شرعي عن العلاقة دي. واجتماعيا ده بيشجع الشاب انه لو ما كانش متحمل المسؤولية، لو لقاكي سهلة قالك معجب بيكي فانتي على طول دخلتي في علاقة معاه، اجتماعيا بيخلي الشاب اللي مش متحمل المسؤولية يجرب من غير ما يخش البيت. والبنت لو أصيلة أو طيبة ساعات تنخدع في واحد مديها عاطفة وهو لا يتحمل المسؤولية، وهنا يخش دور الأهل كمستشارين يقيسوا نضج الإنسان ده. فمهم قوي تدخلي الأهل. الاختيارين دول واحد غلط وواحد صح، ده لو في حالة إن الراجل ده قادر يتجوز. طب لو اللي معجب بيك ده زميلك في الكلية ولسه شاب ما عندوش قدرة، ولا في المدرسة، ولا حتى معاك في الشغل ومش جاهز للجواز؟ أنا أصلاً لا أفضل إن واحد يبقى معجب ببنت وهو مش جاهز للجواز إنه يعبر لها عن الشعور ده، لأنك أنت كده هتشغل بالها. وعايز أقول لك على حاجة، لو في شباب بيسمعوا، لما تكبر وتخلف ويبقى عندك بنت هتفهم أنا بقول لك يعني إيه حد يشغل قلب بنتك وهو مش جاهز للجواز، شيء قاسي جدا. طيب هو مش قادر يتجوز، ساعتها عندك أكتر من اختيار، إما إنك تعتذري إنك أنت مش شايفة مسمى للعلاقة، إنك تعرفي إن حد بيحبك أو معجب بيكي هو ما عندوش قدرة على خطوة شرعية، خطوة في النور اجتماعية، أو حاجة تانية بقترحها على حضرتك، عرفيه على أهلك، لأن ممكن يطلع أهلك عندهم القدرة على دعمه وتوجيهه لطريق أسهل من الطريق الصعب اللي هو كان رسمه لنفسه عشان يتجوزك. وعايز أقول لكل شاب وبنت بيسمعوني دلوقتي، اللي بيحب بصدق بيخاف على حبيبه، والجواز ده رزق بإيد ربنا، وربنا حفظ المسلمين ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. جوازك مكتوب عند ربنا بالوقت، وحتى اسم عروستك كمان عند ربنا. ومن تمام التوحيد وحسن التوكل على الله عز وجل اليقين أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن الصبر نصف الإيمان، وأن الاندفاع وراء المشاعر دون تحمل المسؤولية بيوصل للندم. فاللهم يا رب قرب كل بعيد، وزوج كل عاشق، واجمع بين كل متحابين، ووسع علينا في المال، وأنزل علينا جميعا الاتزان ما بين العشق وتقوى الله.